بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أقوم بعمل فورمات لجهاز فيفو Y91C عن طريق أداة الـ MRT كما ترون. سوف نقوم بالدخول إلى الأداة ننتظر حتى تقوم الأداة حتى تفتح الأداة. إذن كما ترون نحن الآن في الواجهة فيفو. نقوم بالذهاب إلى الموديل والبحث عن الهاتف Y91C كما ترون، ها هو. ثم نقوم بالتعليم على هذه فورمات اند ان لوك، ثم نقوم بالضغط على ستار. الآن سوف نقوم بإيصال الهاتف. لقد تم التعرف على الهاتف كما ترون. ننتظر. ننتظر حتى يتم الانتهاء من العملية. هذه الأداة الأمارتي فهي أداة قوية جدا، وهي تدعم العديد من الهواتف والعديد من الموديلات بالنسبة لأوبو كما ترون. الآن لقد انتهيت من عملية الفرمطة. أنتظر قليلا ثم نقوم بتشغيل الجهاز. إذن كما ترون الآن الجهاز هو يشتعل. ننتظر. إذن كما ترون فقد تمت عملية الفورماطة.